بتعرف شو يعني ايدز؟ ما قلت لكم بلاها، بس انتم سعرتوا مثل الكلاب. وانت مبسوط لانك ما قربت علي ما هيك؟ يا سيدي مبسوط، انا ما اعطي فرحتي لحدا، لك ان شاء الله حتى لو حبسوني المهم ما اخذت المرض منه. فارس او تك بيكون ساعدوه نقل مرض لمرته، وانا انا بكون قلت لهي البنت اللي اخذتها من الديسكو. فارس انت لا بقى تقرب على مرأة ابدا، يعني على الاقل حتى نتاكد انك نعديت ولا لا. ليش انا فيني بقى اوقف على رجلي؟ في حال اتحرك انا شو عم تحكي انت؟ على هالشعار منين اجتكم المصيبه؟ خيو انا بشوف دكتور، بدي اعرف كل شيء عن هذا المرض مشان اعرف اللي بساوي بحالي. قوم قوم مش انزل على الشعار. اتفقنا ننزل بنص الليل. بدي انزل هلا، بدي اشوف دكتور، وبدي بدي اشوف وش اللي ساعدوه بس خبروا هذا الخبر. الله يخليكم. بدكم تتزوجوا؟ شو رايك انت يعني؟ اثنين بيحبوا بعضهم، شو بيعملوا؟ الزواج حبس، خليكم هيك احسن. مجنون انت شي؟ لا بالعكس، انا اعقل العاقلين. لشو الزواج طالما الواحد عايش ومبسوط؟ بسطك وحدة تسهل أمرك. وليش مو واحد؟ بتعرف لك مصيف، أنا أول ما جيت لهون كان قلبي قابضني، بس هلأ كأني مالي مريض، كأنه دنيا جديدة وفتحت أبوابها بوشي. يا سيدي الأبواب دائما مفتوحة، بس يمكن نحن اللي ما منشوفها. أنا قبل ما فوت لهون على المصح كان اليأس عم ينهشني نهش، كنت عم فكر إني يمكن ما رح موت بالإيدز، رح موت بإيدي. يعني فكرت بالانتحار؟ وأنا كمان فكرت فيه. شوف قاضي، أنا وقت اللي رحت على مركز مكافحة الإيدز كنت عم ببكي بدل الدموع دم، كلمتين بس من الدكتور مازن خلوني أعيد النظر والتفكير بكل طريقة حياتي، خلوني أحس إنه في بداية جديدة، وإنه هالعشرين سنة اللي ممكن أعيشهم معلش خليني أعيشهم بدون ما أكون مكهرب، بدون ما أكون محطم ومهزوم، خليني أشوف الأمل فيهم. استمريت بالملاكمة وكملت تدريبي، وليكني بدي دافع عن لقبي وعن بطولتي، وكأنه الفيروس ما لمس جسمي. أنو فيروس هاد؟ إيه ما شاء الله عنك، إذا بتضرب الحيط بتهده. مظبوط، من جهتي أنا مليان حماس، ولقبي رح دافع عنه ورح كمل للأخير، بس مشكلتي بالغذاء يا كاظم. غذاء؟ ايه الغذاء المتعود عليه واللي بيقوي جسمي مو متوفر هون بالمصح. بس متوفر بالشام؟ معظمه متوفر بالشام، واللي مو متوفر بالشام بتوصى عليه عادة من بيروت. خلاص حط لي قائمة غذائك اللي لازم تمشي عليه، ومن بكرة بيوصلك بمواعيده. نقلني قائمة غذائك. طول بالك، شو عم تساوي انت؟ وحياة شرفي وشرفك لا تخيبني، يعني لو كان لبن العصفور من ضمن غذائك رح يحضر. كاظم انا ما قلت لك هالحكي لحتى انت. لك شو بدي ساوي بالمصاري يا مصيف؟ يعني انا اذا بصرف فيهم 100 سنة ما رح يخلصوا، بعدين يعني بدك اني اخذهم معي على القبر؟ الكفل ماله جيوب يا مصيف، والعيال عندهم اللي بكفيهم ليقول ولدهم. قول ارجوك قول. سلام على حبي وحبك، ده ما كان على بالي احبك يا سلام على ربي حالك. يلا يلا مساء الخير. لك وينكم هلا؟ وينكم؟ وين بنكون يعني بالشغل؟ تعرفوا كلوا معنا فواكه. صحة صحة صحة. تفضل. كيفك مرت اخي؟ الحمد لله. ان شاء الله الف مبروك. مبارك فيكم، عقبالكم. عقبالنا
الله كريم اخي فارس، الله كريم. ايه الله كريم مضبوط. مرت اخي نحن بدنا نحكي شوي بالشغل مع سعدون، ما بدنا نوجع لك راسي هيك. حبيبتي قوم اطلعي لفوق. حضر لكم العشاء؟ لا لا نحن اكلين جيد. يسلموا. صباح الخير. انت بخير؟ الله معك حبيبتي. خير شوفي. الحال مع مرتها؟ شو هالسؤال الفشكال؟ هلا جاوبه وبعدين بتتمرجل. طبعا مش الحال، بعجبكم انا على كيفكم. لك شو القصة؟ تعال على غرفتك، تعال نحكي جوا عشان ما تسمعني مرتها. تعال. قديش قلت لكم ما كنتوا تصدقوني؟ انتوا اكيد عم تكذبوا، انتوا بدكم ترابوني وبس. سعدو انت شو عم تحكي؟ طلع بوشي وقت سمعت الخبرين، شفت ام بوشي، شفت ام بوشي. ايتس لا 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 مو صحيح، ما بتصدق. لك يا سعدون بصدق قلنا وردينا شفنا زلمتين اللي حكانا نفس الحكي والبلد مفقوله والشرطه ما لها شغله غير الدول عليك وصورتك بالجريده مالك مصدق. ونحن جايين على البيت مرينا عند دكتور وسالناه عن الايدز، قالنا بيعني بسرعه كثير وبيعني عن طريق المعاشره والدم ومدري شو. رح نموت لو انت لك سعدون، رح نموت ومرتك رح تموت معنا. ايه طلع مش الحال مثل ما حكيت، بعد الإيد صار موجود بدمه مثل ما هو بدمك، يعني انتقل المرض. ولي ولي اذا طلع الحكي صحيح شو بدنا نسوي؟ حتى لو سلمنا حالنا مشان نتعالج ما حنطيب، لأنه عمره ما حدا طار من الإيدز. أنا أول ما سمعت البنت عم تقول معها إيدز بعرف ركبي دقوا ببعضهم وما لقيت حالي غير عم نط وبركض بركض بابا. بركض خلاص خلاص، أنت السبب. لك أنا لك سعدون ليش خليتنا نقرب عليها؟ لك قلت لكم لك صاحبي. لك لو خوفنا من الإيدز مثل ما خفت كنا ما رمزنا يا إبراهيم. يا شباب هذا كله حكي فاضي. هلا البهو بفكر شو بدنا نعمل وياك يا سعد؟ ليش شو بدنا نسوي؟ ولي على الموت بابشع. بتفوتي على قلبي وعلى راسي وعلى وجداني. تفضلي تفضلي. حبيبتي صدقيني اشتريت هاي الهدية على اسمك، تفضلي. ما باخذ منك شيء. مثل ما بتأمري، بكفي بكفي انك اخذتي لي قلبي. اخذت روحك مو قلبك. أكيد لكن مثل ما اتفقنا، يعني ما بدك عزيمة، هذا البيت بيتك قيمت ما بدك. بتعرف أبو الخير أنك واحد غليظ يا سيدي، مو بس غليظ وحقير وتافه وبغل. ها؟ شو ها؟ لا تخليني نشوف وشك مرة تانية لأنه والله بشرشحك. تفو عليك. عمى شو جنة هاي؟ بتعرف اني بالزور وفتح عيوني؟
وين كنت لهلا؟ شو عم تحكوا برا؟ شو عم نحكي يعني؟ عم نحكي بالشغل. الله يلعن ابو الشغل وساعته. شو بك حبيبي؟ في شيء؟ شو بدهم هربان من وشك؟ هربان وما حيرجع بنوب. راح تضلي تشوفيني اصفر لبين ما اموت. عيد شر عنك. شو في سعدون؟ رعبتني. ارتعبتي؟ لازم طلقك يا نعمت. لازم طلقك لأخلي مسؤوليتي. وشو حتستفيد إذا طلقتها؟ ما انتقلها المرض ومشي الحال. إن شاء الله يا سعدون اللي شوفي. شوفي. ولا يهمك. ولا يهمك ال بيصير علي بيصير عليكي. ما فهمت. روحي نامي هلا والصباح رباح. هذا إذا قدرت نام. نيالك يا إبراهيم. نيالك حبيبي. تعال معي. تعال نام. تعال. إذا بشوفها هي اللي فكرناها دكتورة. شو بدك تصير؟ بدي 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 اخلع سكين تطلع من نص ظهرها. وليش بقى؟ هي اللي اعتدت عليكم؟ كتر خيرها لقيتكم انها مع عدس وحذرتكم. ولك نحن بهديك الدقيقة كنا رح نصدقها ولا كنا عم نسمعها. شو عم تحكي؟ روح خيو. بدي روح على الديسكو. وإذا بشوفها هونيك يا إبراهيم. ولك أنت من عقلك عم تحكي؟ إيه لكن تعطيني هداك اللي اسمه فيروس. ولك افهمها بقى انت وهداك الدب سعدون. ما هي عطتكم اياه انتوا اخذتوه منها؟ ما شفتها شلون صارت تصرخ وتبلعت وتقاومكم؟ وبالاخير ما عاد حكيت وما تحركت وقالت يلا 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 لاعطيكم اياه. لا ما قالت لاعطيكم اياه، قالت يلا خذوه انتوا اذا بدكم، وانتوا اخذتوه غصب عنها. اسكت 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 احسن لك. يلا خلينا نمشي روح. بركي ما لقيناها هونيك. ما لاقيها، بجيب اي وحده غيرها. فارس بلاك الهوا هلا. اسمعك فارس حبيبي، والله حرام ما بكفي انك عديت هديك البنت اللي اخذتها هديك المره. لك اذا بصح لي بدي اعدي كل بنات الديسكو، كل بنات الضيعه، كل بنات العالم، بدي اعدي كل البنات. بيحك اخي انا ما دخلني. قبل ما نطلع من هون اي بنت بتقرب عليها بدي اقول لها انها معك ايدز. خلص لك خلص لك خلص خلص. طيب الكريمة لما بتقريها بترتاحي كتير. بس بدك تقري من قلبك وتآمني بكل كلمة. ما قلت صدق الله العظيم؟ صدق الله العظيم. لك شو بكي؟ شو صار لك؟ يا مريم أنا حرام أمسك قرآن، حرام أمسك قرآن. أنا شو عملت؟ وشو عم أعمل؟ بس بيستاهلوا 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 والله بيستاهلوا. ما إيش بكي؟ شو صار لك؟ مين هدول اللي بيستاهلوا؟ ما في شي حبيبتي ما في شي. مريم انتي كملي قرايه يعني انا بعدين بقرا. بالاول مين هدول اللي بيستاهلوا؟ مريم ان شاء الله خلص اتركيني بحالي. ربك على ما تفتري يدك شهيد. لا تنخدم لو يبني لك دفع المزيد مزيد مزيد. للوعيد
سلمى كيفك منصيف؟ كيف صحتك؟ تمام الحمد لله. ممكن أخذ من وقتك شوي؟ بدك تعرفي قصتي؟ منصيف بحكي لك إياها. وليش ما بتحكي لي إياها أنت؟ لأني ما بحب أحكي القصة مرتين. أنا حاكيها لمنصيف من أولها لآخرها. قعدي معه وعملي دراستك بناء على الشيء اللي بده يقول لك إياه. لا تحطني بالنص أخي كاظم، الله يخليك. أنت ما بتحكي القصة مرتين وأنا ما بحكي قصة غيري. لا يا منصف، مو على أساس صرنا أصحاب؟ لك طبعا أصحاب وراح نضل أصحاب، بس برك الست سلمى بدها تقعد معك تناقشك تاخذ وتعطي. أنا لا ناقشتك ولا أخذت ولا أعطيت معك. يعني أنا إذا بدي أحكي لك كل شيء ليش لحتى تناقشني وتاخذ وتعطي معي؟ بوعدك أني ما أزعجك أبدا، وقت اللي بحس انك تضايقت مني انا اللي راح انسحب مو انت. سيد كاظم احكي له، احكي له كل شيء حكيت لي اياه وكل شيء ما حكيت لي اياه. شو هاد؟ انا واثق انك لما حكيت لي ما حكيت لي كل شيء. في شغلات خبيتها عني، عنا لا تخبي شيء، اسمع مني. يلا بالاذن انا راح كمل تدريبي. تفضل. شو سيد كاظم؟ شو؟ ما انت حاصرتيني انت ومنصف افندي. ليك ايام انا راح بحكي لك كل شيء لانه ما عاد في شيء خاف علي. صح، والكلام اللي بدي لك اياه مو للنشر. يعني مثلا تروحي تحكي لعديل اللي هو عمره، لأنه لا عمران ولا غيره بيعرف أي شيء يعني اللي بدي لك. خلاص ولا يهمك، هون حفرنا وهون طمرنا. وإذا بدك تنشري دراستك عني تشري باسم غير اسمي أرجوك. طمن، هلأ بتقدر تفتحي دفترك. أنا متأكد أنه بعد فترة قصيرة راح تشكرني كثير لأني نصحتك إنك تتعالج بالمصح. على قلي راح تشوف طبيعة حلوة وراح تشم هواء نظيف، والأهم من هيك إنك راح تلتقي بناس ممكن كتير تعمل معهم علاقات وتلاقي عندهم المودة والمحبة. أنا متأكد إنه هدول الناس ممكن تشكيلهم همك ويشكولك همهم بدون أي خجل، وهيك راح تقدر تتعايش مع المرض وتهزمه مثل ما هزموا معظمه. ليكو كيف بلش يمسح عرقه؟ أكيد الست سلمى حاصرته. أي واوا ولك شد بقى شد. سيد كاظم بدك ما تواخذني. صحيح الله ما انشاف، بس بالعقل انعرف. المستشفى اللي عملت فيها عملية الزايدة من أرقى المستشفيات بالبلد، وسمعتها مثل المسك. يعني لحد هلأ ما سمعنا عن أي حادثة فيها. يعني أنا كذاب؟ كتر خيرك. أنا ما قلت هيك وحاشاك تكون كذاب، بس يمكن وأنت عم تحكي نسيت شغلات مهمة. يكون بعلمك أنا علاقاتي سليمة صحياً 100%. لا مستحيل، ما في علاقة سليمة 100%، خاصة إذا كانت برات الزواج. في، إذا بستعمل الواقي ما في مجال لانتقال العدوى بنوب، إلا يعني إذا كان الواقي وقت عم يطالعوه من علبته في الفيروس. طيب أنت دائماً كنت تستعمل الواقي؟ إن شاء الله فكرتيني مثل هدول الشباب الصايعة
يلي ما بيعرفوا راسهم من رجليهم. أنا رجل متنور وبعرف إنه في إيدز، وأول واحد مات فيه روكيتسون. روكيتسون؟ إيه، الممثل الأمريكي. أكيد أنت بتعرفي إنه أول حالة إيدز سجلت بالتاريخ هو اللي سجلها، وأول واحد انصاب بالمرض هو وعن طريق الشيشوس. رح أطلب صحن فواكه لأنه كتر الحكي نشف لي ريقي. يا أنس، ليش هيك وجوه المقلوبة؟ أكيد في شي صاير، وإذا سعدون ما حكالي هني مش حيحكولي. مبسوطة مرت أخي؟ مبسوطة، بس أنتو ما كنت مبسوطين. أنت هيك حاسة يعني؟ خايف يكون في شيء زعجكم لا سمح الله. سألتيني وقلت لك الشغل داير شوي. بكرة الله بيفرجها ونعمل إيمان مرت أخي. لو عندكم إيمان ما صار اللي صار فيكم، شحكم تربطتم، لك حتى الشغل ما عدتوا تفكروا فيه. والله لازم تسلموا حالكم يا شباب. تعرفوا كنت خايفة إنه ما نتفق. كيف يعني؟ يعني بيقولوا انه الكني وبيت الأحمى ما بيتفقوا. مرت اخي ما توخزيني بهالكلمة، يعني انت شلون لقيتي؟ عسلامتكم، بتنحطوا على الجرح بطيب. ما في شي بطيب الجرح اللي فينا ولا الجرح اللي فيك يا مسكينة. ان شاء الله يكون وش خير عليكم. وش خير؟ وين الخير؟ جيتي وإجا معك الملل الأزرق. اسمح لي يا أب. ملكك قعدت بدون ما أسمح لك، بس يا ريت تضلك كانين من تم ساكت وبلا ما يعرف. دكتور سيد حماد عبد الكافي، الشاب اللي حكيت معك بشان. اهلا وسهلا. راح يكون ضيف ونزيل عندكم. اهلا وسهلا. دكتورة نادرة هي مديرة المصح، والدكتور احمد هو المشرف على المرضى والمصح. اناس، يا اناس. بالظاهر اجانا مريض جديد وشب حلو كتير. خذ الشنطة من السيد حماد وطلع له الغرفة ثمانية جهزوا لي. بتحب لبين ما يجهزوا الأوضة تتعرف على زملاء؟ لا لا، ما بدي أتعرف على حدا، أنا جاي أتعالج وبس. بطلع بستناهم فوق لحتى يخلصوا. لا يا أستاذ حماد، إحنا شو اتفقنا؟ طيب على القليل يسلم عليهم، وإذا ما بدك تتعاطى معهم أنت حر. تفضل. تفضل. سيد حماد، نزيل جديد عندك. اهلا وسهلا. مرحبا دكتور. اهلا اهلا. سيد فادي، اهلا وسهلا فيك. رح تنبسط كتير 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 معنا، ورح نسيك مرضك. لك خلصنا بقى. سيد موسى، كيفك سيد حماد؟ بيكذب عليك اذا بقلك منيح، بس اكيد لا بتكذب علي ولا على حالك اذا قلت الحمد لله. الحمد لله. تفضل. مرحبا.
اهلا اهلا استاذ مازني. هلا. مرحبا. اهلا السيد حماد، نزيل جديد عنا. اهلا وسهلا سيد حماد. الاستاذ كاظم من النزلاء عنا. الست سلمى مشرفه اجتماعي. ما بدنا نعطلكم، حبينا نعرف السيد حماد على زملائه. طيب يلا قومي لك عم بعطيك اياهم فرد من الشرطه. يلا شرطه. تفضل. تفضل. السيد حماد من النزلاء الجدد، حيعيش معنا على طول. الآنسة ناهد. فوزية، لك انتي هون يا وسخة يا سافلة يا نتلة يا فلتانة يا حقيرة. لو كنت أطهر وأشرف مني ما كنت انت كمان اجيت لهون. خلصي ولك. لو ما خنقتني انت وأبوك ما كنت اجيت لهون. الله يسامحكم، الله يسامحنا كلنا. لك الله لا يسامحك ولا يسامحني إذا بسامحك يا حقيرة. بعتي شرفك، بعتي لحمك يا داشرة. انت اللي داشر. خلصي ولك. لك عارفان اني رح موت بدك تذبحني؟ لك عارك لازم ينغسل. مرمغتي شيبه ابوك وامك بالتراب ووطيتي راسي بين شباب الضيعه. لك انت ذبح فيكي قليل يا كلبه. اعطوني السكين. اهدا حماس. ولشو السكين؟ ما انا مندوب سكين مذبوحه. من وقت ما خلقته انا مذبوحه. لولاك ولولا ابوك انا ما كنت جيت لهون. لكنت انا جبتوني لهون. لك نحن يا سافله يا حقيره يا منحطه. لك اتركوني. اهدا اتركوني. عيب هالحكي، عيب. أنا مين اللي كان حابسني؟ مين اللي ما كان يخليني أطلع من البيت حتى مع بنات الضيعة؟ لك أنا شو كنت عم بطلب منكم؟ كنت عم بطلب مني حز إني بني آدمة من لحم ودم ومشاعر. قبل ما تحاسبني روح حاسب حالك، حاسب أبوك، اسأل حالك ليش جيت لهون. من عقليتك وعقليته وعقلية المجتمع اللي حاطين على رقبتكم وطاعوا وخانينكم فيه، ولا بس الرجال بيطلع لهم يعيشوا؟ ليكك رحت وجيت وزرحت وشو صار فيك؟ ليكك هون؟ بتعرف ليش؟ من الطوق اللي اسمه عادات وتقاليد حطوه على رقبتك وخنقوك فيه، ساووك مكبوت، اتركوه خليه يغسل عار. انا غلطت بستاهل اني اموت، وانتو كمان منكم تموتوا. أنا لازم أخبر الشرطة، يجوا ياخذوه. خلاص ما في داعي أنا أتصرف. تعال معي يا أميتا. لو ذبحها يمكن كانت ارتاحت. الشعب تغير مكان النصر.
لازم نفكر وين نعرضها بعد ما تخلص. انا رايي اول شيء واهم شيء التلفزيون وبعدين الاذاعه. مو بس هيك، لازم تنعرض على مسرح مهم، وبعتقد ما في اهم من صاله الاوبرا. ايه ومعقول يسمحوا لنا نقدمها بدار الاوبرا؟ وليش لا، هي وداد معيده بالمعهد وممكن تساعدنا، ولا شو رايك وداد؟ الحقيقه انا ما بعرف قديش بقدر ساعدكم، بس بوعدكم اني رح اتصل النبض واحكي مع المعنيين. حتى لو ما قدرنا نعرضها بصاله الاوبرا، في مسارح الدوله، مسرح الحمراء، الاباني، مسرح العمال. طيب بعد ما نعرضها على المسرح شو بدنا نساوي؟ نتركها تنتسى؟ بالعكس، بعد ما تنعرض على التلفزيون او المسرح او الاذاعه بنشوف رده الفعل. اذا كان مقبول ممكن ننسخها على سيديات وننزلها على السوق ولو بسعر التكلفه مشان كل العالم تسمع. حتى لو تسجلت هي الاغنيه وتوزعت بخساره انا بتحملها، لانه بتستاهل توصل للناس ويسمعوها. انا رايي اي حدا بيقدر يساعد بعرضها باي جهه من اللي حكينا عنهم يبلش بسرعه، وانا من جهتي رح احكي مع بابا واكيد له معارفه اللي ممكن توصلنا على التلفزيون او الاذاعه. معناتها انا وكمال اللي حنبلش من هلا ندور على مسارح القطاع العام. طب وهلا كل واحد بشوف شغله وملتقى 7:30 بتكفي بروفا. اوكي انا بجوز ما اقدر اجي. انت ما تهكي هم، امري لله، رح احضر عني وعنك. يلا يعطيكم العافيه شباب. يلا العافيه. حسب التقارير يا عقيد وسام، هذول الشباب ما في عندهم اي مخالفه للنظام او للتقاليد، بالعكس مزاولتهم لاعمالهم والتزامهم فيها شيء ايجابي. بعدين ما في ولا واحد من بناتهم عاطل عن العمل او متسبب بمشكله، وهذا دليل فعلا على انهم عناصر ايجابيه بالمجتمع. اكثر بكثير من بعض الناس اللي عايشين معنا وما في عليهم العين، او بالاحرى عيننا نحن عليهم لكن ساكتين لسبب او لاخر. بظن فهمت مين بقصد. يعني خلص سيدي نقيمهم من بالنا؟ لا لا، اكثر من هيك، لازم نعتذر منهم ونفهمهم انه نحن كنا غلطانين بحقهم. بس ساعتها شو بدي اقول لنوال ولا تامر؟ بشو بدي برر رفضي له كزوج لبنتي؟ تامر اللي طلع افضل واحد بيناتهم. اوامرك سيدي. روح لعندهم على البيت واعتذرهم. سيدي ما في داعي للاعتذار، نتركهم وبس. نحن عتبانين عليك كثير يا انسانات. ليش قلتي لنا ما عندك اهل؟ ليش قلتي لنا مضيعه هويتك واعطيتينا اسم غير اسمك؟ بعد كل شيء صار عم تساليني ليش؟ هي دري اخي، كيف اذا دري ابي؟ وكيف اذا دري اهل الضيعه كلهم؟ انت بتتخيلي شو ممكن يعملوا فيني؟ اللي صار يا نهد عباره عن فور الدم، بدها تاخذ مداها وتنتهي. الضفر امره ما بيطلع من اللحم، ومهما صار بيضلوا اهلك. صورة غضب وأكيد رح تنتهي. دكتور الله يخليك، بقدر أسألك وين بتكون تاخدوه؟ يعني راح يقعد فترة بالحجز لبين ما تهدى الأمور وتبرد فوري الدم. يا الله، هو شو ما عمل بضله أخي؟ عم بكفي مرضه وفوقه مرضي وقصتي، وكمان بده ينحبس. طمني يا ناهي، المكان اللي راح ناخده عليه أبدا ما هو سجن، بالعكس راح يلاقي الرعاية والاهتمام وراح يكون معزز ومكرم. وبس نحس انه القصة بردت والامور هديت انا بنفسي راح اجيبه لهم. ما بدي اخرهم اكثر من هيك، على اذنكم. الله معك. الله يسلمك، دير بالك على حالك. تفضل دكتور مازن. حالنا حيوقفها. لك ابراهيم شبك انت، ليش مشكلتنا في لها حل؟ كمان ما بصير نضل قاعدين بلا شغل. لك يا اخي انت اشتغل، اشتغل، مين مانعك؟ احنا
احنا تركنا بهمنا. لك يا شباب انتوا معكم ايدز لازم تاخذوا له دواء احسن ما تدهور حالتكم. ولك ما سمعت الدكتور شو قالنا؟ شو قصدك؟ شو عم بحكي مع حيطان؟ لازم تتعالجوا، لازم تاخذوا الدواء. ايوه بدك يانا نروح لعند الدكتور نقول له معنا ايدز مشان يكمشنا الشرطه مو؟ نيالك على المحبه اللي بحبك يا عمو سمير. المهم يلتزم بوعوده. ايه بيلتزم حبيبتي لا تخافي، بس انتي كمان لا تطولي كثير لحتى تقولي له موافقه. من جهه ما طول بدي طول حتى ما اندم. هلا خلينا بموضوعك انتي وربيع. امتى بدكم تحللوا؟ كاتب كتابكم قرب. هلا اذا انتي بكره ما عندك شيء منروح. خلص بكره الصبح فضي حالي، خبري لها ربيع. ايه هي خلود. مرحبا ربيع، عم بتقلي عمي انه بكره لازم ننزل نعمل التحليل. بكره بكره لكن بكره 10 الصبح رح نستناك بالبيت. اعمل لي رنه بننزل انا وعمي. ايه اوعك تفطري الصبح. انت اللي اوعك تشرب قهوه ماشي. وكل اللي بعرفه انه لقى شغل على باخره وسافر لحتى يشتغل عليها. شو صار معه بعدين؟ كيف انتقل له المرض؟ ما عندي علم. أكيد من أماكن السهر والفلتنة بهالمدن الساحلية وبالموانئ اللي زارها هي بتبقى معباية بنات أشكال وألوان، يعني محمد شب وشرقي مثل ما قلتي كبت وقيود كانت مكبلته هون. مزبوط. هو ما صدق إمتى لقى هالأجواء وانفتحت قدامه الأبواب، فليش لا؟ بضلوا رجال مثل كل الرجال. أنا برأيي تخبري أهلك بمكانك لأنه أكيد بيكون قلبهم محروق ليعرفوا أخبارك ويعرفوا أنت وين. من كتر ما أخباري رح تسره ولا نسيت مرض الموت اللي ما منه مهرب؟ لأنه طلع معك ولأنه طلع مع أخوكي أنا برأيي تشوفيهم لأهلك. مهما صار بالنهاية قلب الأم والأب بضله كبير وحنون. شو رأيك منيب؟ أنا مالي رأي. القول اللي ناهد هي بتعرف ظرفها وظرف أهلها. يا جماعة الله يخليكم خلونا ننسى الموضوع. يعني معلش بهالفترة اللي بترجعكم. خلاص أنت صاحبت القرار. معلش تتركيني 10 دقايق مع بابا. تكرم عينك ماما، مو 10 دقايق 20 دقيقة. خذ راحتكم. شكرا ماما. خير بابا؟ اشتري لك تفاحة؟ لا بابا، قبل التفاح بدي اطلب منك طلب. تفضلي، طلباتك انت بتعرفي دائما مجابة ما عدا تامر. هو الموضوع بيتعلق بتامر بس مو بشكل مباشر ولا له علاقة بموضوعي أنا وياك. طيب انت قولي وأنا بحدد. الحقيقة الموضوع بلش قبل رفضك لتامر. وباختصار أنا وأستاذة معي بالمعهد وبنات كمان رفقاتي من الصومال قررنا أنه نحن نعمل غنية نناقش فيها وضعنا وضع العالم الصهيونية والمجاعات فلسطين العراق أفغانستان. يعني حلو حلو كتير، أفكار حلوة وطموحة. طيب بابا وأنا كيف بقدر أساعدكم؟ بدكم مساعدة مادية يعني مثلا؟ لا محتاجين دعمك. دعمي؟ أي نوع من الدعم؟ يعني بكرة بس تخلص الغنية وتسمعها وتعجبك يعني حتى لو كانت مقبولة. أكيد أنت إلك معارف وكمان أكيد بتعرف حدا بالإذاعة والتلفزيون يعني مشان ما نعملها وما حدا يسمع غيرنا. يا ستي الغنية إذا كانت حلوة مو حلوة، إذا كانت مقبولة، إذا كان ماشي حالة أنا رح أدعمكم إلى أقصى درجة ممكنة. بس بابا ما قلتي لي
شو علاقة السيد تامر بهذا الموضوع؟ ما أنت ما خليتني أكمل. تفضلي كملي. الغنية اللي نحن عم نعملها فيها محاولات لدمج الموسيقى الشرقية مع الفلكلور الصومالي والإيقاع الإفريقي، ودمج للموسيقى الغربية والهارد ميوزك. قصدك موسيقى الهيبيين وعبدة الشيطان، هذول جماعة تامر اللي بيحطوا لي الوشم والمسخرة وبركبوا على الموتوسيكلات. وهذا اللي بيميز الغنية، دمج موسيقانا مع موسيقاهم مع الصومالي، وهذا الجديد اللي نحن عاملينه. ليش بابا يعني ما بصير تجديد للأغنية إلا إذا كان دمجتوا هذا الجعير مع الغنية؟ بابا هذا مو جعير، هي موسيقى وأغاني بتعبر عن صخب، عن غضب، عن شي جواتهم، عن قهر بيطلعوا بهالموسيقى الآسية. نوال اسمعيني منيح لآخر مرة، لأنه أنا ما بحب عيد كلامي. تامر ورفقاته هدول المصاخر تبع الوشم وتبع الموتوسيكلات بتقيميهم من بالك بشكل نهائي. ما بعتقد انه انت بتحبي تحطيني بهيك موقف محرج. انا موقف بابا؟ بابا انت شو صاير لك؟ شو صاير لعقلك؟ بابا انت عم تطلبي مني انه روح اتوسط لجماعه هيبيين مسخره بالاذاعه والتلفزيون، انت نسياني مين انا ومركزي؟ ده شوي تاني بتطلبي مني كمان انه انزل معهم واتصور معهم؟ ما شاء الله، هذا الموضوع بتقيميه نهائيا من بالك، بتطوي وخلصنا، وهذا اخر انذار. فهمتي؟ رح نعمل الغنية ونعرضها موافقتك أو بدونها، حتى لو اضطرنا نعرضها بساحات الشو. مساء الخير شباب، هون مساء الخير شباب. ليس يا تعطيه ليس يا تعطيه يا ربكم ومعذركم أحلى بكتير. مو خوف منكم سي عطلاقي، بس تامر اقنعنا انه الراي اغلبيه الناس اللي بتحب البساطه باللبس والمظهر، وهذا الصح. ان شاء الله ما في شيء جديد. في اني جاي ابلغكم اعتذار سياده اللواء شخصيا، كان في عندنا اخباريه عنكم ونحن لازم نحقق مشان حفظ الامن. فيني نعرف مين بلغكم؟ طالما الامور عادت الاصابه ما في ضروره، والله يوفقكم لتضلوا ماشيين بهالدنيا صح. ما عيدكم في سياده العقيد. شو يا تامر؟ كأنك مو مبسوط بشوفتي. شفتك على عيني وراسي سيادة العقيد. إلا كان شبك؟ متضايق من شخص ورح طق. يا ريت تخبر هذا الشيء لسيادة اللواء. وسيادة اللواء شو علاقته بالشخص اللي متضايق منه؟ لأنه بيعرفه. كان في سيادة اللواء يخفف عني. بس سيادة اللواء مو عادل معي. سيادة اللواء مو عادل؟ يمكن عادل مع الجميع إلا معي. شو القصة؟ ما فيني لك سيادة العقيد. عموما اهلا وسهلا فيك بيناتنا. لا بدك تفهمني. ما عندي صلاحية لفهمك الا اذا سيادة اللواء فهمك، ساعتها بصير حكي بالموضوع. انت غريب يا ابني. انا مهزوم سيادة العقيد. شو بتحب نضيفك؟ وشو بتضيفه بالعادة؟ في عنا بارد وفي عنا سخن، واللي بتطلبه مو موجود بنطلع بنجيبه من برا. بصراحة أنا حابب تضيفوني شيء غير عادي. أنا وجاي بالطريق كنت عم فكر فيه. بزيارتي الأولانية كنتوا عم تغنوا وترقصوا، وتوقفتوا بسبب وجودي أنا والعناصر. وهلأ بدي ممكن تضيفوني أغنية عربية وموسيقى عربية، ولا ما بتغنوا ولا أجنبي؟ أحلى غنية عربية لساتها على النار، مدموج فيها الصومالية والغربية كمان. للعلم هالغنية من تأليفنا وتلحيننا. واحلى شباب. شرف سيادة العقيد. شرف شرف. تفضل. عم تحكي يوم في
وأنا اللي رح أحرق. يا مصاحب الطموح يلي ضميره باع، شوف اللي قبلك ضار ألف سكين. ما بترجعي يا سنين، بترجعي يا سنين، بترجعين يا سنين. لازم